للحديث عن تداعيات موجة الجفاف في ديالى على السكان في العراق والتحذيرات من موجة نزوح جماعي من بعض مناطقها، معنا من ديالى الكاتب والباحث السياسي السيد محمود الجاف. أستاذ محمود، بداية مرحبا بك. دائرة البيئة في ديالى تقول إن تأثير أزمة الجفاف على المحافظة ليست عابرة. لماذا لم تتحرك الحكومة للتخفيف من التداعيات التي توصف بالمؤلمة؟ مرحبا بك يا أخي العزيز، تحية لك والكادر والأخوات والأخوة المشاهدين جميعا. حياكم الله سيد. أخي العزيز، تتمتع محافظة ديالى بتنوع تضاريسها إضافة إلى مرور الأنهار من خلالها، من إرش النهارة اللي يسقي مئات الآلاف من البساتين المخصصة لإجزاء الحمضيات والنخيل والأجزاء المدمرة ما حدث اسمها. أما أسباب عدم مطالبة الدولة أو ما يسمى بالدولة الحالية إيران أو غيرها بخصوص الأنهار، فهي بالحقيقة طلبت منهم، لكن إيران ما قبلت تمتثل الأوامر وما سمحت لهم حتى بالاجتماع وياها للأسف، وهي مستمرة في عملها وغيرت وأنهت مصبات الأنهار كلها ومنعتها من الدخول إلى أراضينا، بل حولت هذه المصبات إلى داخل الأراضي الإيرانية حتى تسقي المناطق الجافة عندهم. فهي إيران أصلا رضت وما قبلت ولا سمحت اللي ما يسمى بالحكومة الحالية بطلب هذا الأمر، والأغرب من هذا الحكومة الحالية ما تقبل تدون هذه المسألة وهذه المشكلة الكبيرة طبعا، واللي هي مضمون نجاحها، يعني مضمون أن المحكمة الدولية تحكم لصالحنا، لأنه احنا تدري مرتبطين باتفاقيات كثيرة وقديمة بهذا الأمر. لكن للأسف أنت تدري إيران سيطرت من خلال تنصيب عملائها بالمنطقة، ولهذا لا يمكن أن يطالب أحد بهذا الموضوع مطلقا، وهم أصلا الهدف اللي جوي بي الى سواء البلد بشكل عام او المحافظه بشكل خاص، هم جوي من اجل تدمير كل شيء. تعرف حضرتك ديالى اصلا تعيش على نهر ديالى ونهر العظيم وبحيره حمرين اللي تجي من النهر هذا. بحيره حمرين تخرج منها خمسه انهار تغذي المحافظه بشكل عام. تعرف كان في المقداديه غابه تسمى الغابه الحمراء، هي اكبر غابه بالشرق الاوسط اللي تحتوي على اجود عدة أنواع الأشجار لمادة فاكهة الرمان وطبعا باقي الفواكه الأخرى. حضرتك وكل الأخوة المستمعين والمشاهدين يدرون كل زين، كانت ديالى قبل الاحتلال الإيراني الأمريكي تدخل في مسابقة دائمية كل سنة على مستوى العراق، يعني بالحمضيات دائما كانت ديالى الفائز الأول بالحمضيات إضافة إلى النخيل. ديالى مدينة البرتقال، ولكن كيف لمحافظة مثل ديالى أن ترزح تحت أزمتي العواصف الرمية والجفاف؟ يعني لماذا تستهدف ديالى تحديدا؟ يا أخي ديالى هي العمق الاستراتيجي لهم، نقطة الانسحاب الرئيسية، واحدة من أهم نقاط الانسحاب الرئيسية لهم لكل ميليشياتهم وعملائهم هي محافظة ديالى، فإغلاقها تماما لهم وطرد سكانها الأصليين أمر كلش مهم بالنسبة لهم. إضافة إلى أني في لقاء سابق مع قناتكم قبل أعتقد سنة أو سنتين، ذكرت لك أن القنصل الإيراني وجه حكى مع مدير ناحية جلولة، قال له لمسافة 40 كيلومتر على الشريط الحدودي الإيراني لا يمكن أن تسكن عائلة موالية إلى الشعب العراقي سواء وطنية أو حتى من للأسف إحنا ما نحب نذكر هالأسماء حتى من السنة. نعم. طيب استاذ محمود، في ظل هذا الحديث عن استهداف ديالى وبالجفاف، وكذلك هناك يعني تغيرات مناخيه اسهمت في تدمير بيئتها الزراعيه نتيجه هذه العوامل السياسيه التي ذكرتها او الاقليميه، من وجهه نظرك هناك مشاريع من الممكن ان تدعم الحكومه مثلا الفلاحين، لماذا تغيب هذا الدعم يغيب في هذه الفترة الحساسة التي يمكن أن تتسبب بنزوحهم، وهناك حديث عن يعني أزمة نزوح مستقبلية؟ لأنه أخي أكثر من 65% من سكان ديالى يعيشون على يمتهنون مهنة الزراعة، الزراعة والصيد وراعي الأغنام. طيب لما تموت هذه الصناعة أو هذه البساتين، وين يعيش المواطن؟ يضطر يرحل الى المدن على مستوى المحافظه او خارجها. لانه ديالى تحديدا تعيش على هذا الموضوع. هذا الامر اصلا هو احد اهم اهداف، هو ترحيل الناس وابدال. اخي ترى العمليه اللي تصير على مستوى العراق ككل
وعلى مستوى ديالى ايضا، واعتقد هي عالميا الامر كلش واضح، هي تغيير السكان. وانا باحدى قراءاتي بالتاريخ قريت كورش لما دخل بابل واحرق المدينه تماما، ايضا بدا يرحل وقام يجيب الفرس. يعني تقصد ان ما يجري من استهداف لديالى هو ضمن مشروع التغيير الديموغرافي؟ نعم نعم نعم، مخطط له ومدروس بعنايه. اعطي لك مثل جدا بسيط، اليوم والبارحه على ضفاف نهر خريسان، على ضفاف نهر خريسان كانت هناك اشجار جدا رائعه وقديمه جدا ومثمره وجميله، وحتى المواطنين يحبوها. وروح شوف على مواقع التواصل الاجتماعي ايش قد الناس بدها تتذمر من هذا الامر. شو تفسرها انت لما يجي مسؤول او مستثمر ويبدي يقلع كل هاي الاشجار اللي على ضفتي النهر؟ شو تفسرها؟ زين هو احنا اذا سواء من الناحيه الدينيه او العلميه او الاجتماعيه او الاخلاقيه، نعم. احنا اصلا مفروض عندنا توصيه بان الحفاظ على الشجره وزراعتها، نعم. فكيف بتدميرها وليش؟ يعني هي الاسباب واضحه اخي العزيز، واحنا للاسف ما اعرف لمن نشتكي. يعني هي ما يسمى بالدوله مدى تدول العمليه ولا تروح للمجتمع الدولي لانقاذ نفسها وبلدها ومواطنيها. واحنا ما نقدر، تدري انا ما راح اقدر اقدم للمجتمع الدولي يا تعالي خلصوا محافظتي وانقذوا الزراعه وانقذوا الصناعه، اللي للاسف دمر كل شيء ما فوق الارض وتحت الارض وحتى الاحلام قتلوها للاسف. شكرا استاذ محمود. من ديالى الكاتب والباحث السياسي السيد محمود الجاف، شكرا جزيلا لك.